كابتن، 5 ثواني يلا. يا سلام عليك على الله. سبحان الله، التاريخ يعيد نفسه، ولكن من جانب آخر زيدان العالم حضر بأبنائه وإنزو تألق وأبدع. واليوم زيدان العرب محمد أبو تريكة يحضر إلى دورة الروضان ويبدع ويبدع، وابنه أحمد يبدع ويقدم نموذج جميل لتسجيل هدف بعد تمريرة رائعة من الأرض بعد رايان جيكس وبعد إنيستا، وفي الطريق كاسياس وعصام الحضري. الآن عمر كانوتيه ومحمد أبو تريكة